الوقوف عند مدينة صلالة الساحلية هو وقوف عند حاضرة محافظة ظفار، ووقوف عند مدينة تجمع بين عراقة الماضي التاليد وزهو الحاضر المجيد. وفي سفر صلالة نقرأ أمجاد الماضي كما هي آثار مدينة البليد. هنا سطر التاريخ أمجاد المدينة على جدار المدينة، فكانت البداية لنا ونحن نتحدث عن هذه المدينة الساحلية هي في موقع مدينة البليد الأثرية. مدينة البليد مدينة بنيت عام 620 هجري، اللي بناها الحبوضي وهو الحاكم في تلك الأيام، وهو جاء على أنقاض المنجوي، وكان ميناء يعني مدينة بميناها، يعني ما كان يعني زي ما تقول إن أبدا، هي يعني مدينة متكاملة ومحيطة بالخور اللي بيسموه خور، ومفتوح على البحر زي ما بيقولوا. وكانت السفن اللي في تلك الأيام، السفن من يجي نقول الآن أن تكون سفن، لا، سفن تلك الأيام اللي هي السفن الشراعية والسفن المستعملة في تلك، كانت تدخل إلى الخور تنزل وتشحن وتنطلق إلى البحر المدينة. لكن في الآن، في حتى الآن وفي الحديث، الناس في روايتين، في رواية للمدينة نفسها حينما اندثرت، ففي ما حد قادر يعطي لك معلومة أكيدة وصحيحة أنه إيش اللي حل بالمدينة إلى أن أصبحت بالشكل اللي نحن الآن نراه. ففي رواية بتقول لك أنه مثلا رواية أهل الجبل يعتقدوا أنه هذه أنه عليها صار عليها غضب، ومن الليل إلى الصباح أصبحت بالشكل اللي هي عليه. لكن الرواية اللي هي أقرب إلى الصح وهي رواية المدينة، أنه بيقال أنه جاء وباء في المنطقة وهربت الناس، هربت وين؟ هربت إلى الرباط وتأسست مدينة الرباط ثم صلالة. الساحل ينادي. الناس ما كانت بالكثرة اللي الآن نحن بنشوفها، فانتقلوا إلى صلالة، وكانت صلالة نعتبر مدينة صلالة مدينة جديدة يعني مش قديمة. انتقلوا إلى الرباط، من ثم إلى صلالة وبنيت. وكانت الحياة، كانت الحياة حياة قبلية ذات طابع قبلي، وكانت حياة يعني بدائية. ناس تعتمد في حياتها على ثلاثة أشياء، ثلاثة، وهذه مسألة طبيعية في كل المدن في العالم. تعتمد على الزراعة، الناس تعتمد على الزراعة، تعتمد على التجارة، وهذه مقومات الحياة، وأيضا النشاطات الأخرى. لم يكن في صناعة بمعنى أنه تصنيع، كانت أكثر، وكان يعتمدوا في الزراعة على الغارف يسموه، اللي هي الأبار اللي نحن بنشوفها الآن هنا أمامنا، وبيعتمدوا على الأفلاج اللي هي جرزيز والعيون، عيون، هذه عيون أفلاج أو عيون سميها لتريد. كيف كان الناس يعيشون هنا في المدينة، أو توزيع الحياة السكنية فيها؟ الحياة السكنية كانت يعني موزعة في أنشطة ذات طابع اقتصادي وزراعي، وهي اللي فعلا مغطية حياة الناس اليومية. ما جاءت الأسفار في الفترة، كانوا هنا يزرعوا الفلفل، يزرعوا القطن، يصدروا الفلفل ويصدروا القطن ويصدروا السمن بمئات مئات التنك، اللي هي كل تنكة 5 جالون، شايف كميات كبيرة، كميات كانوا يصدروها إلى مسقط أكثر شيء، وكانوا يصدروها إلى عدن. القطن ما قطن، والبسباس وهذه المنتجات كلها تصدر إلى عدن. شكل السوق في صلالة لم يكن كما هو عليه الآن، فقد كان للسوق الذي يقع في نفس المنطقة التي يقع فيها سوق الحصن الحالي، كان له تقسيمات لم تعد موجودة. وما كان يميزه في السابق هو قربه من الفرضة ومن قصر الحصن العامر أيضا. كان
كان أيضا عمليات التجارة، التجارة أكثر عندنا شيء، أكثر شيء الحضارمة، يعني عندنا حضارمة نشطين في السوق هم الأغلبية تقريبا، وكان السوق داخل السور، سور الحصن، في سوق في الحصن نفسه. في الحصن نفسه والبوابات، إلى الآن البوابات بوابات الحصن، أنت وفي حراسة تدخل تشتري أغراضك تطلع من نفس البوابة اللي دخلت منها. كيف كان شكل توزيع المحلات الآن؟ كانت دكاكين، كانت دكاكين، أيوة دكاكين بجنب بعض، أيوة بجنب بعض، وكانت مؤجرة هي أيضا مستأجرة بعض الملاك، كان بعض الحكومة كانت عاطية هذه الدكاكين أو الناس كانوا ورثوا هذه الدكاكين، فكانوا يأجروها للتجار. فالحركة التجارية كانت محصورة هنا الحضارم وفي بعض التجار المحليين، فعلاقتهم كان معظمها بعدم، كان قليل بمسقط، مسقط كان أكثر شيء تجار معروفين اللي يتعاملوا مع موسى عبد الرحمن ومع الجماعة كيم جي وهذا اللي يصدرون لهم المئات تنكمل السمن، السمن البقري الممتاز. السوق القديم اللي أنا أذكره وسمونها اللي الآن حل محله المسجد، المسجد في الحصن، المسجد اللي في حدود المسجد، أيوة هذا، واللي كان المسجد كان قدام المحكمة اللي هذيك الأيام، وأذكر إنه يسمونها العرصة، هذا العرصة نشطة بشكل مش معقول، فيها الأسماك، فيها اللحوم، فيها كل شيء. دكاكين اللي تحتها اللي بجنبها اللي حواليها كانت نشطة تبيع الحلوى. أذكر واحد الله يرحمه كان اسمه سيف بن زهران، كان يبيع الحلوى وظن إلى وقت قريب، وكان يبيع حتى طعم، تجي تدخل إلى الـ إلى الـ إلى الدكان يقرب لك يقول له والله أعطيني رز، يقرب لك وجبة كبسة كذا يقرب لك إياها وتأكل، تعطيه عانة مدري عانتين وظلك ماشي. يعني كل شيء أنت اللي جاي من برا واللي ما عندك عائلة ولا أنت مقيم يمكنك أنه وقت النهار، لكنه من المغرب من العصر إلى يعني أظن في حدود الساعة 11 خلاص تسكر، هذه معناها ما عاد في شيء سوق إطلاقا، يعني ما في عندك سوق إلا سوق المحلي هي المال الفندل مدري إيش الأشياء البسيطة. فكان السوق محصور ومربوط، كانت الحكومة تسيطر عليه وقت ما، ولكن كان مفتوح باستمرار الصباح والمساء كعادة أي سوق في العالم. أقدر أقول لك إنه السوق والفرضة كلها محصورة في يد أمينة اللي هي يد الحكومة، إنه خلاص الفرضة بجنب السوق، السوق يمكن في بعض الناس تشيل جوانح على ظهرها من الفرضة إلى الدكان، يعني ما كانت مسافة يمكن أمتار. كيف شكل الفرضة؟ ونحدد موقعها بالضبط. هي موقعها هي قريب من القصر، وكانت وقريب من الدكاكين، هي هذه زي ما تقول مجمع واحد تقدر تطلق مجمع عليه تجاري. مجمع تجاري وأيضا قضائي، لأنه كانت المحكمة أيضا موجودة، كانت محكوم، وأيضا كانت أيضا المشاكل بين الناس، كان الناس تتجمع هناك واللي عنده مشكلة مع الثاني يلا دخل، ودخلوا الناس الثانيين اللي يصلحوا بين الناس. وعلى ما أذكر يعني كان أيضا مجمع قضائي ومجمع تجاري ومجمع، يعني فكانت عدة أشياء موجودة فيها. خذ الفرضة مثلا كان فيها واحد أنا أذكره اسمه علي شهدان، ورجل فاضل رحمه الله، رجل جد، يعني كان هو كان المدير لهذه الأيام، وكان فيها سالم بن جفريت رحمه الله وأيضا موظف من كبار موظفي الفرضة، كان ناس محدودة وفي 2-3 عسكر، لكن ما ارتبطت بالفرضة. طيب سألني يقول لي طيب كيف تنزل البضائع؟ تستغرب إنه فرضة قائمة على صندوقين، صندوق نشط وكان له ناخوذة اسمه خادم بن علي بن ضحى، معه مجموعة حوالي أكثر من 10 أشخاص، حوالي 12 شخص، هذا مهمتهم لما تجي السفينة يطلعوا على السفينة يفتشوا ويجيبوا بأسماء اسم الناخذة المنافست كلهم يجيبوها مع الناخذة، ينزل الناخذة، فلما ينزل خلاص يبدأ بعدين في إنزال في البضائع. ما كان شيء حقيقة فرضة بدائية يعني بمعنى الكلمة، وما كانت ميناء أصلا، ما كان أصلا يعني صلالة، ما كان فيها ميناء، كان شاطئ مفتوح، وهذه قدام القصر
مكتوب عليها أن تقف السفن كلها. أحيانا تحصل 3-4-5 سفن، وأحيانا تحصل لا واحدة، وأحيانا ما تحصل شيء. القصة كالعادة يعني بتجي سفينة هنا في عندنا هنا في ظفار، لما ينفتح الموسم في شهر أكتوبر تقريبا أو آخر سبتمبر، أنا حسمين إحنا الفتوح، تجي السفن أهل صور. أول من يجي سفن أهل صور، سفن أهل رأس الخيمة، هذا تجي إلى هنا في طريقها إلى زنجبار. توقع هذا محطتها الرئيسية صلالة، نزل هنا ويبقوا حتى أيام، يجيبوا معهم تمر، يجيبوا القواصر ويجيبوا كل هذا ويبيعوا يعني كتجارة، ثم يروحوا إلى زنجبار آخر الموسم يمروا طريق العودة. طريق العودة هما شوف لو تلاحظ محطة على سفرهم إلى إفريقيا، ونفس الشيء محطة عند العودة، فيبقوا هنا ناس تسجل معهم ويسافروا. وعادة أنه عندنا هنا في ظفار يعني كثير من الناس ما يسافروا إلا في هذا الموسم، موسم السفر، وتتكثف الناس في كل سفينة. وبعدين لما تكون شهر مايو وجون طبعا ما حد يسافر فيه، فعجلة عجلة يلا سجل ما تسجل. وأنا أذكر في هذا الحادثة بصراحة أذكر أنه أنا ومعي جماعة، معي عبد الرحمن الله يرحمه، عبد الرحمن بن عمر بن طاهر وآخرين، متفقين لأنه الناس تحط الزاد، حطوا زادهم أصدقاء وكذا بيسافروا مع بعض، حطوا زادهم مع بعض قبل يعني إيه قبل يعدوا استعدوا. أنا أذكر في هذه العملية أنه كنت مسافر أنا وأخي وخلاص، فمسجلين مع هذا النوخذ اللي هو صاحب المشكلة السفينة اللي السفينة اللي راحت اللي مع الأسف الشديد. فجأة يجي أخي قال لي متى بنسافر؟ قلنا المسافر مسجلين في هذا السفينة وخلاص، قد أعطينا مال الجسم زاد ما زاد وهذه الأشياء اللي تتخذ عادة، يقسم يمين أنه ما نسافر إلا في هذا اللي الآن بسافر، اللي اليوم بسافر، وإذا ما سافرنا ما نسافر. تصور يعني اللي هي كانت قبل اللي كان أيوة قبل هذيك، كانت قبل اللي غرقت. يعني الله. أنت أمام إما أنه خلاص تحط الرحال وتجلس، وإلا أن تسافر غصبا عنك. وفعلا أنا شخصيا ما كنت مرتاح لهذا السفر بصدق، يعني سافرنا توكلنا على الله. قبل بكم يوم كان؟ يمكن أظن بيوم أو يومين بس، في هذا الحدود ضيقة 24 ساعة أظن أو 48 ساعة على الأكثر ما كانت، ولكن أعتقد خلال 24 ساعة. فسافرنا نحن، وصلنا مسقط، سمعنا بالكارثة. كانت كارثة. إيش اللي سمعتوه؟ سمعنا إنه فعلا إنه كانت إنه السفينة سافرت من صلالة، وإنه كان معها سفينة أخرى صنجار، وإنه مشوا لما جوا صوب سدحة ومرباط، يعني بين سدحة أو في هذه المنطقة، فإنه ثقل عليهم فاختلفوا النواخذة، هم بيسموا صنجار يعني إنه كلهم مع بعض. واحد منهم قال انه بنذري بر، ناخذ بر. الثاني قال له لا، البحر ارحم في هذه الحالات، ارحم من البر. فافترقت الثنتين وصار اللي حصل. وتصور يعني في بعدين راحوا الناس يبحثوا عنهم ما حصلوا. ثنتينهم غرقن؟ غرقن ثنتينهم راحوا، فمع الاسف الشديد. كان هذا في 59؟ هذا كان في 59 اظن، انه في شهر مايو 59. سافر بحفظ الله، سافر وقت الغبشة، ترجع باكر دارك، الساحل ينادي. وبحكم موقعها على الساحل فقد كانت مهنة الصيد من المهن الأساسية في صلالة. وعلى الرغم من بساطة الطرق المستخدمة في عملية الصيد، فقد كان الصيد وفيرا. وحتى نستذكر بعضا من يوميات الصياد أيام زمان، كانت لنا هذه الوقفة مع صياد تمرس على مهنة الصيد بالطرق القديمة ولا زال يمارسها حتى الآن، ولكن بطرقها الحديثة. والله الصياد يا طويل العمر للصياد
الصباح يروح إلى البحر ويشل القارب ماله سابقا، سواء كانوا مجموعة يعني 9 أنفار في سنبوق، أو واحد في هوري اللي هو الهواري حالي اللي سابقا كان الهواري قبل لا يكون شو اسمه الهوري، هذا يتقعبوا للبحر يروح يشل عومة من شيء من أي مكان، سواء كانت حية ولا ميتة، ويطلع إلى أماكن معروفة. أماكن اللي كانوا يطلعوا منها أول هنا؟ الأماكن اللي يطلعون منها هي من يعني المكان نفسه، يعني اللي بيطلعون الناس منه المكان هذا اللي هنا على عند الدوار هذا. أيوة. سابقا قبل لا يكون لا دوار ولا هذه. أيوة. وتحت الحصن، قريب الحصن يعني هناك عند هذه عند الفرضة، عند اللي هنا من الفرضة، والمقر الرئيسي هو لصوب الفرضة اللي هناك. المقر الرئيسي. كيف يعني المقر الرئيسي؟ اللي كل الناس تجي له هذاك المكان، وكل الناس موجودة فيها، القوارب لأنه تعرف الأول قوارب صغيرة، وإذا كان الناس منفردة ما حد يعرف عن الثاني شيء، ولا يعرف عنه حاجة إذا غرق ولا لا سمح الله ولا بحر موجة شوية ولا كذا وهذي. لكن هناك الهواري كلهن موجودات هنا، ويدقعون كلهم من مكان واحد. الأول ماشي لا ثلاجات ولا شيء كذا، يعني اللي تقول معناته يخزن ولا هذي. هنا البيع يومي، والناس والمشتريين يشترون كل يوم، يشيل يجيب الصيد ويقدح بالقارب بالهوري في المكان المعروف، ويحمل صيده على ظهره يبيع صيده، يا أما للناس اللي بيشترون جملة، يا أما يبيعوا بالفرد. المتبقي ما عشية، ما عاد حد يذخر شيء ولا شيء ثلاجة تحط فيه ثلاجة ولا هذه، خلاص المتبقي شلو واسع أصحابك وأهلك وجماعتك اللي وجيرانك اللي في الحارة، وانسار كله مشى كله مشى في أمان الله. التحضير للضاغية، الضاغية تتكون اصلا هي من 17 نفر. هذه ثابت ولا تختلف؟ ثابته 17 نفر ثابته، 9 بحاره يعني 7 بحاره والربانين 2 والزعيم و7 نواخذة. الزعيم يحضر الحبال وما ادراك من يعني تموين الحبال البر كله، هذا على الزعيم، زعيم الضاغية. أما الربان عليه القريف ومشتقاته، عندما تحوي الضاغية اللي جابته من عيد يبكره البحارة على السيف، ويصير واحد إلى عند أهل جماعة الزعيم هذا ويبلغوه على أساس أن الضاغية حوت مثلا تحت عفيف وجابت عيد. النواخضة هذولا عليهم الواحد جمل، الواحد جمل يجيبوا ما عد الزعيم له قسمين، لكن علي جمل واحد يسمونه الثامن التاسع، يسمونه القسم المحمول، قسم الجمل بدون جمل. جمل بدون جمل يعني ينزلين 8 أركاب من تسعة أنفار، و يلون العيد هذا ويودونها للمناجيب. وين كان المناجيب؟ المناجيب كانت إذا سرت هكذا اللي عادة صوب خور الدهاريز وهذاك الأماكن، وإذا سرت كل ما سرت في مناجيب في مكانات هذي حطها وين ما كانت. عندما تيبس العيد يقسمونها إلى نصين، نص للنواخذة ونص للبحار. حق البحارة يشلون النواخذة ويودون لهم إياه يخزنونه في الدهاريز، يخزنونه وهذا. واللي جاه بيع يعني كل واحد يبيع بطريقته ولا كلهم يبيعون مع لا بعض؟ لا، البايع واحد، هو البايع واحد، البايع واحد هو اللي متفاهدي، الزعيم هو صاحب الشان. ما
مثلا هذا مشطور يعني محتاج الى من يصلحه له. التسعة نفر اللي بيشتغلون اللي بهذا بيكد عليهم بيشتغلون عليه، هذا التسعة نفر يجلسون عليه كل واحد من جهة للحين مثل كذا، وكل واحد يخيط من صوب، كل واحد يعمل من صوب، كل واحد مداوية نسميها نحن. وإذا داووا حتى خلصوا اللي بيداوي وكلهم بيداوون، وهذا والسوالف تصيح والكلام ما مسموع، وهي تسلية وهي نفس الوقت وهي عمل.